الخليفيون وما أدراك ما الخليفيين، جرائم بالجملة وتاريخ أسود شهد له الدم البحراني المستباح. والأسوأ في هذا التاريخ هو حصد هذه القبيلة لعدد من العلماء الأعلام في التاريخ البحراني. والتاريخ الأسود الذي ينضح به سجل آل خليفة ليس خافيا على أحد، ويا للعجب، فإن التاريخ يكرر نفسه والجريمة تتكرر بثوب وتاريخ جديدين. فحصار آل خليفة للدراز بدأ في يونيو من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين فإن الشيخ عيسى قاسم مضيق عليه، وقد التف لفيف من الشباب حول بيته تحسبا لغدر الخليفيين الذي خبره البحرانيون بشكل دقيق من تجارب التاريخ. لم يكتف الخليفيون بذلك الحصار، فاختاروا تضييق الدائرة على الشيخ الوقور، ففضوا الاعتصام حول بيت قاسم بالحديد والنار في مايو الماضي، فعرج عدد من الشباب إلى بارئهم شهداء وجرح آخرون، وحوصر البيت بجحفل من الجبناء المدججين بالسلاح، وأقيم على آية الصبر وبشكل رسمي إقامة جبرية. أيها الشعب الكريم، ابقوا كما أنتم، لا تتخلون عن مطالبتكم بالحق والعدل وإصراركم على. هذه الأيام يعاني الشيخ من تدهور خطير في صحته، ويصر الخليفيون على حصار بيته ومنع ذهاب الشيخ إلى اختصاصيين يثق بهم، الأمر الذي يجعل البحرين على صفيح ساخن من اللهب، ودعاؤهم تبت يدا أبي لهب وتب.